السلام عليكم اصدقائي، مباشره من ملعب ادرار لنقل المباراه اللي كتجمع جيما ابا جبار الاثيوبي مع فريق حسني تكادير غزاله سوس. كنتمناو الفريق حسني تكادير باش يمتعنا في ملعب ادرار ونشوفوا مباراه شيقه اللي كنتمناوها ان شاء الله باش يمتعونا في ملعب ادرار. كما لاحظنا هجمة لأبا جبار، هجمة لأبا جبار، كنتمنى تمر بسلام. كرة لا زالت خطيرة لكن كيدخل ياسين الرامي كيخرجها شرط زاوية عفوا لصالح أبا جبار. المباراة لازالت في بدايتها، كنتمناو باش نشوفو مباراة شيقة ونشوفو أهداف ونشوفو كما قلنا كرة حديثة في الملعب، كرة كتنفذ خطيرة كتخرج 55 لصالح حسني تكادير. هناك جمهور رائع جدا اللي حاضر بكثافة في ملعب أدرار. حنا كنتواجدو على ما يقرب تقريبا على أقوال الصحف 20,000 متفرج تقريبا، لأن جنبة الملعب لم ألاحظها جيدا، بعض الجنبات مملوءة. حنا كاينين فوق المنصة ما كنشوفوش الناس اللي تحت من الملعب. تحية للنظرة الكرام، تحية لكم. المباراة كما قلنا لازالت في بداية، هجمة لفريق حسني تكادير عند مزيانة عند حسني تكادير، كيدخلوا من المعترك ديال العمليات، كتبقى الكرة ديال حارس المرمى، الكرة ديال حارس المرمى ديال أبا جيفار. فريق أثيوبي له مهارات، استطاع باش يزوح فريق قوي واللي هو فريق على ما أظن فريق مصري، فريق الاهلي المصري اللي هو عنده كما قلنا الجمهور حاضر بكثافة. هناك لوحات فنية للجمهور بين الجمهور، كما كتشوفوا الجمهور غفير جدا حاضر الملعب. كرة عند ياسين الرامي كيعطي الكرة ديالو للزميل ديالو، الكرة عند عبد الحكيم، زيانة عبد الحكيم معطى كرة جيدة للزميل ديالو. دائما الكرة عند حسني تكادير، هجمة للحسنية، كنتمناو نشوفو هدف. شيئا ما كيتبطأ اللاعب سيربي، كرة لازالت بين فريق أبا جبار، كترجع الكرة دائما عند حسني تكادير. ارتباك في صفوف الحسنية، كنتمناو باش يتزوجوا هذا الشيء. هذا كرة عند أبا جبار، أبا جبار للوراء، كما قلنا هذا هو الجمهور ديال حسني تكادير اللي موجود، اللي هو حاضر في الملعب منذ بداية كيشجع. هادو هما الشعارات اللي كنلاحظوهم. كرة عند من أبا جبار، كتضرب في أحد اللاعبين ديال الحسنية عند الحواصلي كيعطي الكرة للزميل ديالو في وسط الميدان ياسين الرامي. هناك غيابات في فريق حسنية تكادير، كنتمنوا هاد الغيابات ما ياثروش على اللاعبين وما ياثروش في المباراه ديال حسني تكادير. غياب البركاوي بسبب الاصابه، والزميل ديالو بعدي بسبب انذارين، والفحلي بسبب الاصابه. كنتمنوا باش الزملاء ديالهم يقوموا بمباراه جيده ويعطيو ما له من كفايه باش نشوفوا الفريق ديال حسني تكادير. كرة عند الحواصلي كيعطي الكرة للزميل ديالو،
كرة عند باسين عبد الحكيم في الوسط فصلت الميدان كيعطيها للزملاء ديالو كتضيع الكرة لدريس بناني الكرة كترجع للوراء عند فاجيفار في وسط الميدان كنشوفوا فاجيفار داخل في المباراة لقى الأجواء ملائمة له جدا في ملعب أدرار يعني ما نستهنوش بأي فارق ياسين الرامي كيخرج الكرة للزاوية كنشوفوا كما قلنا فريق أفاجيفار داخل في المباراة بقوة كما قلنا ما غاديش نستهنوا بأي فريق إفريقي لأن الفروق الإفريقية كما سبق قلت في بعض اللقاءات كيتسيفوا يعني كتشوف فريق في إعادة الزاوية حكم الجزائري كيقول باش تعاود ضربة الزاوية كرة عند أفاجيفار لا زالت الكرة عند أفاجيفار اش غادي يعملوا كيخرج الكرة كترتطم باسين عبد الحكيم كتخرج الزاوية الثالثة نتمنوا باش نشوفوا كما قلنا مباراة جيدة ونشوفوا أهداف الحسنية لا زالت ما دخلتش في مباراة باقي الحسنية في تردد كرة عند أفاجيفار خطيرة بحسن الحظ كيدخل باسين عبد الحكيم كيبعد هذا الخطر هذا كان خطيرة برافو عبد الحكيم اللي قايم لحد الان بمباراه جيده في كل المباريات اللي كنلاحظوها كنشوفوا عبد الحكيم كيقوم بجهود كبير في الدفاع في الوسط في الاجنحه كنتمنوا ليه مسيره موفقه وطبعا كنتمنوا لجميع اللاعبين الكره كترجع للوراء عند سفيان بوفتيني كيعطي الكره كرة ام لا زالت عند حسنية تقادير كيرجعوا الكرة للوراء عند الحواصلي عند ياسين الرامي كيعطي الكرة ديالو البناني عطاها لباسين عبد الحكيم ما وصلش الكرة كنتمنوش ما يكونوا بحال هاد ما فهمش باش غادي نفسرها كاين بعض اللاعبين ما كيوصلوش الكره للاعب باش يمكن ليه يبدع فيها ويعطي الكره للزملاء ديالو الكره عند من عند بعد لا عفوا بعد ما لعبش الكره عند بوفتيني كتخرج للشرط لصالح حسني تقادير اللي غادي ينفذ الشرط هو باسين عبد الحكيم بناني عفوا عبد الحكيم كينفذ الشرط الحكم كيعلن على خطا اللاعب الاثيوبي كيشد الكره بيديه ضربه خطا كما قلنا بعض اللاعبين ما كيوصلوش الكرات للاعبين هذا هو اللي كيدير الاشكال في المباراه الا كانت شي حاجه كتكون ما بين لاعب ولاعب هذا ما خصوش يكون في الفرقه باش تعطي واحد باش تعطي اهداف وتكون المباراه مزيانه ماشي ما نوصلوش الكره للاعب باش قصيره كتكون قصيره وبالله هو اللي غادي ينفذ هذا الخطا كنتمنوا باش يترجم بهدف مزيانه خطأ لصالح الحارس الأثيوبي كتنفذ الخطأ الشرط لصالح حسن أفاجيفار كتنفذ الشرط في وسط الميدان دائما عند الفريق الاثيوبي لحد الان كنشوفوا فريق اثيوبي لعب كره حديثه باسين عبد الحكيم ما كاينش الكره كتخرج للشرط لصالح حسني تقادير
عبد الحكيم هو اللي غادي ينفذ الشرط. كيتنفذ الشرط عند اللاعبين ديال الحسنيه مزيانه، كتخرج الشرط لصالح افاجيفا. تحيه لهذا الجمهور. تقطوقه مازال ما شفناش تقطوقه، خصنا نشوفوا تقطوقه يحرك الجمهور باش الجمهور يزيدنا واحد الاضافه في الملعب. شفنا فعلا الجمهور محرك، غير بغينا تقطوقه باش يزيد يمتعنا بالتقنيات اللي كيمتعونا بها في هذا الملعب ديال الادرار. منذ بدايه المباراه لم يهدأ لهم البال، لكن بغينا نشوفوا لوحات فنيه، نشوفوا لوحات فنيه في الملعب. الكره عند من؟ عند افاجيفار. كره بين فريق، بين لاعبين ديال افاجيفار. كنشوفوا كره عند افاجيفار، يعني كرات قصيره لكن بنكهه جيده. الكره عند من؟ عند ياسين الرامي. عند مراوغات لا داعي لتلك المراوغات. المراوغات هما اللي كيخلقوا مشاكل في بعض الاحيان. كره عند باسين عبد الحكيم. بناني اش غادي يعمل؟ كيرجع الكره للوراء مفتيني. عند ياسين الرامي. ياسين الرامي كيعطيها الرقم 16 اللي هو اللاعب المتألق أيوب قاسمي. كرة عند ياسين الرامي في وسط الميدان، ضائعة كتمشي لعند افاجيفار. كيدخلوا لاعبين ديال الحسنية. خطأ كيقول الحكم لصالح افاجيفار. الأصدقاء اللي معايا في الفيسبوك بارتاجيو، الله يجازيكم، بارتاجيو الأصدقاء ديالكم. بغينا نشوفوا واحد نسبة كبيرة من الناس اللي متبعين مع المباراة باش يبارتاجيو. تحية لكم. خطأ للصالح افاجيفار. كيتنفذ الخطأ للوراء عند رقم 15. عند كيرجع الكرة مزيانة عند بدر كاشاني. بدر كاشاني مراوغة ديال بدر كاشاني كتخرج للشرط. مازال ما شفنا بدر كاشاني، شوفوا تقنيات ديال بدر كاشاني في الملعب. نشوفوا الهجوم يتحرك الجمهور، الهجوم ديال حسن تكادير. كرة كرة مزيانة عند كاشاني. اش غادي يعمل؟ كيرجع الكرة للبناني. البناني اش غادي يعمل؟ للوراء عند وبيلا. وبيلا قصيرة. اوبيلا التمريرات ديال اوبيلا كنشوفوهم ماشي في نهارو، كنتمناو باش يرجع في المباراة. الكرة عند من؟ عند عفوا ماشي اوبيلا، كترجع عند اوبيلا. باسين عبد الحكيم. باسين عبد الحكيم باش غيعمل؟ باسين عبد الحكيم تمريرة جيدة الكاشاني. دائما التمريرات ديال عبد الحكيم كتكون في منتهى الروعة. دائما عبد الحكيم اش غادي يعمل؟ عبد الحكيم غادي يرفع الكرة كيعطيها في الجانب الزميل ديالو. باقي الكرة عند عبد الحكيم. عبد الحكيم كيرفع الكرة جميلة لكن كيدخل الحارس. هناك شلل تام في الهجوم، شلل تام في الهجوم ديال الحسنية تكادير. الكرة عند من؟ عند عبد الحكيم. كيرجع الكرة الحواصلي ياسين الرامي. الجمهور غير راضي على هاد الكرة. عند من؟ عند عبد الحكيم مزيانة. كيرجع كيعطي الكرة كيرجع على الزميل ديالو في الجناح الايسر. تغيير الاماكن وتغيير كره عند مالك.
كرة عند ماركوفيتش كانت ترتد أحد اللاعبين. زاوية لصالح، زاوية لصالح. كانت نفاذ الزاوية، اش غادي يعملوا بإن لمسة على هدف. هدف 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 رائع لحسنية تكادير، هدف رائع لفريق حسنية تكادير، هدف اللي تسجل في الدقيقة 17 في عمر المباراة. واللي سجل هذا الهدف هذا هو اللي فريق حسنية تكادير بهذا الهدف. ياسين الرامي هو اللي سجل هذا الهدف، هدف رائع جدا. ياسين الرامي هو اللي سجل هذا الهدف، هدف رائع جدا، هدف رائع. الهدف الرائع اللي سجلوا فريق حسنية تكادير. كنتمنوا باش نعاودوا نشوفوا اهداف اللي كاين نطمئن على هذا الفريق، واللي كاين نطمئن على النتيجة وعلى الفوز ديالو وعلى الصعود الرائع ديال فريق حسنية تكادير. تنميرت الى فرصة اخرى ان شاء الله غادي نضرب لكم موعد، غادي نسجل لقطات اصدقائي وغادي نلوحهم في القناة ديال بسين عبد العزيز في اليوتيوب، لكي تستمتعوا كثيرا بتقنيات الفريق ديال حسنية تكادير. جاء بعض المسؤولين ديال حسنية تكادير اللي كيقول على حسب هذا النقل هذا اللي داروا الاصدقاء، يعني كاين بعض المسؤولين ما بغوش النقل، لكن حنا غادي ننقلوه للاصدقاء رغم اي طارئ. تحيه لكم، تحيه لكل الاصدقاء، وكنهني اللاعبين بهذا المجهود الكبير اللي قاموا به وبهذا الهدف الرائع اللي سجل. هجمه للحسنيه، هجمه للحسنيه. كنتمنوا باش نشوفوا اهداف، نشوفوا اهداف. وبالله هو اللي غادي يتكلف بالخطا، هو وجلال داو كتنفاد مزيان في معترك العمليات، لكن كتضيع هذه المحاوله.